والصفحة ما كانتش جديدة، فمحكمة جنايات الأسكندرية أصدرت اليوم حكما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على فردي الأمن بقسم شرطة سيدي جابر محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان في قضية وفاة خالد سعيد. وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ولم تستجيب المحكمة لطلبات دفاع أسرة خالد سعيد بتعديل وصف التهمة القانونية التي أحالت بموجبها النيابة العامة القضية إلى القتل العمد، على الرغم من قيام المحكمة بتكليف فريق من أساتذة الطب الشرعي برفع تقرير جديد بخلاف الذي كان قد قدم لها من مصلحة الطب الشرعي، حيث كان التقرير الأول يفيد أن المجني عليه قد توفي بعد ابتلاعه لفافة بانجو، فيما أكد التقرير الأخير أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعذيبه بدنيا، وأن اللفافة قد تم حشرها بعد الوفاة لكنها لم تؤدي لوفاته، إلا أن المحكمة اعتمدت على التقرير الأول رغم ذلك وقضت بحكمها المتقدم. بسمة محمود مراسلتنا في الأسكندرية كانت موجودة في كل أحداث المحاكمة النهاردة. بسمة أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي يا أستاذ محمود. إيه أبرز النقاط اللي سجلتيها في المفكرة بتاعتك؟ الحقيقه ابرز النقاط النهارده ان هيئه المحكمه استمعت لمرافعه هيئه دفاع المتهمين. كانت النهارده الجلسه عباره عن استماع لمرافعه هيئه دفاع المتهمين، واترفعت الجلسه 3 مرات للمداوله. في المره الثالثه كلنا كنا متوقعين ان الجلسه هتتاجل للنطق بالحكم. ايوه. ففوجئنا جميعا ان النهارده في حكم واتحكم واصدرت المحكمه ب7 سنوات. بعدها قامت بقى المحكمه، طبعا القاضي دخل فورا واحنا كلنا كنا موجودين، وهيئه الدفاع اللي هو بالحق المدني كانوا موجودين، فاهالي المتهمين قاموا علينا كل ضرب وشتيمه، اللي يلاقي قدامه بيضرب. يعني اهالي المتهمين، اهالي المتهمين عملوا ايه؟ موجودين جوه القاعه. عملوا ايه؟ دخلوا هجموا هجوم شديد، لان كلنا كنا واخدين كورنر معين قدام، هجموا علينا هجوم شديد جدا جدا، شتيمه وقله ادب وضرب. طبعا احنا كلنا طلعنا لمنصه الدفاع لمنصه المحكمه فوق علشان وقعدنا نخبط على الباب على اساس يفتحوا لنا نطلع من بره من حته تانية، ففعلا تمكنا من ده. بس هم مسكوا اللي قدروا يمسكوه مننا هو ابن خالد سعيد. ها وعملوا له ايه؟ بصراحه ضرب ضرب جامد جدا 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 فوق ما ممكن اي حد يتخيل منهم، لان كلهم اتلموا عليه، ما كانش في حد تاني. طبعا الصحفيين كان لازم كلنا نخرج فورا، لان اللي كان هيصور اي حاجه من دي او حتى يطلع موبايل كان هيتضرب، ممكن ما يطلعش سليم ابدا. طبعا القاعه كلها اتكسرت بالكامل، ما بقاش فيها حاجه تنفع ابدا. دخلت بقى هيئه القوات المسلحه علشان تخلي القاعه، وخلت المحكمه تماما من اي فرد فيها، كلها المحكمه كلها فضوها. طلعوا بره بقى اهالي المتهمين، اتعدوا برده شويه كده على قوات على العساكر القوات المسلحه اللي بره. بسمه عندك حاجه تانية؟ لا للاسف، هو بس كان في حاجه بسيطه، ان رغم ال7 سنين اللي هم معترضين عليها وعملوا الدوشه دي كلها والتكسير والضرب والاهانات اللي احنا شفناها وتعرضنا لها جوه داخل قاعه المحكمه، ان الدكتور علي واسره خالد سعيد مش موافقين ابدا على الحكم ده، وبيقولوا ان هو كده بسيط وهيكملوا في الاجراءات. بسمه محمود مراسلتنا من الاسكندريه بشكرك شكرا جزيلا. وينضم لينا على التليفون دكتور علي قاسم عم خالد سعيد الله يرحمه. دكتور علي اهلا وسهلا بيك. اهلا يا استاذ معتز، وحشتنا يا استاذ معتز. ربنا يخليك يا فندم. ايه تعليق حضرتك على الحكم القضائي، ولا مالناش حق نعلق، ولا ايه يا دكتور علي؟ لا يعني هو انا بس ما بدايه بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ام خالد واخته واخوه ما كانوش موجودين في القاعه وقت الهجمه الشرسه اللي هجمها على القاعة بعض أفراد الشرطة من المخبرين وأهل المحكوم عليهم أو أهل المتهمين. للأسف الشديد إن الشرطة العسكرية كانت تستطيع، الشرطة العسكرية اللي كانت موجودة في المحكمة كانت تقدر تقوم تعمل معركة حربية، ولكنها لم تحرك ساكن، بالعكس اتقفل علينا الباب وظل الاجرام يتكاثر، حتى ان 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 بعض المحامين اهين. قريب او صديق اسره خالد سعيد كسرت نظارته وحصل فيه اللي قالته الاستاذه بسمه، سفاله لا حدود لها.
حتى عساكر الشرطه العسكريه نالهم قدر من هذه السفاله ولم تحرك الشرطه العسكريه ساكنا برغم ان القوات اللي كانت موجوده تستطيع انها تعمل معركه حربيه. هل ده ملوش غير تفسير واحد عندي ان لم تعد الجيش والشعب بيد واحده. دي نمره واحد. نمره اثنين الحكم انا لا اعقب على الحكم لان القاضي نزل القيد الوصف من قتل عمد الى ضرب افضى الى موت. وده يعني مش اقول خطا من القاضي لكن يعني او سوء تقدير لكن هو تخفيف للحكم يعني عشان يخفف الحكم اللي يصدر عليهم. الله اعلم هو لن اشكك في ذمته ولا في ضميره القضائي لكن قد يكون قد جانبهم الصواب اللجنه القضائيه لاسباب. نمره واحد ان اللجنه الطبيه اللي تدبتها المحكمه تعتبر جزء من هيئه المحكمه واللجنه دي قرارها او رايها ليس استشاري، هي بتصدر القرار هو بعد كل التقارير المتضاربه اللي بين الطب الشرعي السابق الحكومي وبين الطب الشرعي الاستشاري هي بتكون الحكم الفيصل ليه. وغالب الظن المفروض المحكمه تاخذ هذا التقرير وهذا التقرير قد اوضح بما لا يدع مجال للشك لا علميا ولا قانونيا ان القتل عمد. ولو رجعوا الاوراق هيلاقوا ان احد شهود النفي قال ان المخبرين الاثنين كانوا قاعدين على القهوه وساعه ما شافوا خالد قاموا، اليس ذلك رصد وتترصد؟ احنا عندنا تقرير نهائي، خلينا نركز على هذه النقطه. التقرير النهائي اللي هي اللجنه المحايده اللي ارتأت المحكمه انها تركن الى رايها. دي لجنه مش محايده، لجنه ترقى الى مستوى هيئه القضائيه اللي كانت قاعده على المنصه. ايوه لان هو ده القانون بيديها هذا الحق. ايوه لان اللي بتعينها المحكمه واللي عينته المحكمه بياخد نفس الحق ونفس الحصانه. ومع ذلك الحكم خفف الى قتل الى ضرب افضى الى موت. انا بقول الاتي، دي هذه القضيه اخشى انها تكون دبراس لان قضايا الثوار اللي مش عارفين يثبتوا كما اثبتنا احنا هذا انها تطلع براءه. انا بارجو لكل من يهمه الامر في هذه البلد، وافتكر ان يا استاذ معتز السنه الناس اقلام حق. ادخلوا على كل المواقع اللي خلقها ربنا تويتر وكل المواقع واطلعوا للشوارع هتلاقوا جميع الشعب المصري بناقم على هذا الحكم. انا بقى ماليش دعوه الشعب المصري والمدورين. قانونا هتعملوا ايه يا دكتور علي؟ قانونا انا اتصل بيا مشكورا الاستاذ الفاضل ابو سعده ايوه وطلب قال لي هل احنا كحقوقيين نقدر تاذنوا لنا شو ادب هذا الرجل العظيم تاذنوا لنا بان احنا نتحرك؟ قلت له كارت مفتوح احنا اذا يعني تحركوا كما تشاءوا لان خالد سعيد لا يملكه عيله اسف. خالد سعيد زي ما قلت 100 مره ملك 85 مليون مصري، بالعكس اصبح ملك العالم العربي باكمله. بل حضرتك واحنا لا نملك فيه اكثر منكم. وفعلا الاستاذ حافظ ابو سعده بدا فعلا فريق عمله اي مجال قانوني محترم لا يمس امن مصر هنستخدمه، حتى لو كان هذا الاجراء ضد المجلس العسكري هستخدمه طالما لا يمس امر مصر، لان المجلس العسكري حاليا مدني بيحكم البلد والمفروض ما يتحججوش بانهم عسكريين. انا العسكري اللي واقف في الشارع اللي واقف على الحدود هو ده العسكري اللي عندي، اللي انا لا اقبل ان زرار من بدلته يتوسخ مش يتقطع. اما المجلس العسكري حاليا فهو حاطط نفسه في الحكم المدني فيتقبل مننا كل نقد ويعني مشكورا يعني. دكتور علي قاسم عم خالد سعيد بشكرك شكرا جزيلا عديد من الرسائل.